تمام. تمام، اوكي. كده المفروض البرزنتيشن ظاهر عندك. طيب النهارده هتكلم على المحاضرة رقم 9 اللي هو الماتلاب، وازاي بنستخدمه في حل النيوميريكال سوليوشنز عشان الشغل بتاعنا احنا اللي هو ثيرمال اناليسيس اوف بيلدينج. معظم شغلنا كهيت ترانسفير بيتم الحقيقه ان هو اكتر من 1 دايمنشن، يعني ممكن 2 دايمنشن او 3 دايمنشن، وكمان هنعرف في المحاضره الجايه ان هو كمان مش ستيدي، ده هو كمان ترانزينت. مطلوب منكم بروجكت ان كل واحد فيكم هيستخدم الماتلاب في انه ازاي يقدر يعمل برنامج يقدر يحل اي مساله، سواء كانت 1 دايمنشن 2 دايمنشن 3 دايمنشن، او خلينا 1 دايمنشن 2 دايمنشن وستيدي ستيت وترانزينت. اوكي، فالاول النهارده هتعرف على تول جميله جدا هتفيدنا في المستقبل اللي هي الماتلاب. انا عايز احاول ابعت لكم الفايل بحيث ان انتم تعملوا داونلود عندكم في على الكمبيوتر. بس مبدئيا لما هتشغل الماتلاب اول حاجه هتظهر لك الصوره اللي انت شايفها دي، ده الانترفيس اللي بينك وبين الماتلاب. زي ما انت شايف كده انا هحاول اعلم على الحاجات عشان تبقى انتوا عارفين انا بتكلم على ايه. زي ما انت شايف كده قدامك مجموعه من ده المسار او الباث اللي انت مسطب فيه الماتلاب عندك او هيشتغل عليه الماتلاب عندك على الكمبيوتر، تمام كده. وبعدين هتلاقي على ايدك الشمال كده ده بيسموه الكرنت فولدر، ده اللي هتلاقي فيه الملفات اللي انت هتشتغل فيها. يعني انت سميت مثلا البرنامج بتاعك سميته مثلا X1 X2 Y اي حاجه، فهيظهر لك في المنطقه دي. وبعدين عندك هنا كمان في النص في حاجه اسمها الام فايل، وهنعرف بعد شويه يعني ايه كلمه ام فايل، او حاجه اسمها الاديتور اللي انت المكان اللي بتبرمج فيه بتكتب فيه الكود بتاعك، ده المكان اللي هو انا معلم عليه ده. وبعدين عندك هنا مكان اللي هو بيسموه الورك سبيس، ده بيتواجد فيه اي variable. يعني مثلا سي ان انت هتحل مساله عباره عن مربع ليه طول وعرض، والمربع ده جاي له من الناحيه اليمين راديشن ومن الناحيه الشمال كونفكشن ومن فوق ومن تحت معزول. طيب ما المربع ده ليه ابعاد صح، الكونكريت اللي هو شكله مربع ده ليه ابعاد ليها اكس وواي، فانت كونك تقول مثلا ان الاكس ده variable والواي ده variable، تمام كده، او ده بارامتر عندك. دكتور هو هتلاقي انهي ان انت مربع؟ لو عرفت نعم باشمهندس انهي مربع؟ بقول لك نفترض ان انت مسالتك كانت عباره عن كونكريت على شكل مربع. يعني مش حاجه مرسومه، انا افتكرت شيرسكين واقف. اوكي. لا تمام كده؟ تمام. فانت لما تحط الفاريبل هتلاقيها فين؟ هتلاقيها على ايدك اليمين اهوت اللي انا بشاور عليها دي، هي دي المكان اللي انت هتلاقي فيه مثلا الطول والعرض كذا. طيب النتائج ممكن تشوفها فين او ممكن تكتب فين؟ في الحته اللي بعملها دوائر دي اهي، كوماند ويندو اللي هي في القلب دي. ولكن فيها عيب، ايه العيب؟ انه وانس انك قفلت البرنامج كل اللي انت كتبته راح فين؟ كان في الميموري السريعه راح، فمش هتنفع مش هينفع تسترجعه تاني الا لما تكتبه من اول جديد. عشان كده ده بيجي دور بقى ايه الايديتور ده اللي هو الام فايل، انك تدخل المعادلات بتاعتك في صوره محفوظه، كل ما تيجي تفتح تلاقي المعادلاتك موجوده، فيبقى عندك برنامج ليه ستيبس هيمشي هو عليه كماتلاب يحلها يديك النتيجه. او انت ممكن تغير شويه بارامترز، فانت بيطلب منك انبوت تقول والله الطول بقى كام المره دي، مسالتي المره دي بقت 5 متر. طيب المساله اللي بعدها احلها ابدا اشغل برنامج جديد، طب والنهارده الطول كام بقى عندي 2 متر، فكل مره هتغير بس الابعاد اوتوماتيك هو يحل لك المساله، فهتفضل هنا محفوظه لما تستخدم حاجه اسمها الام فايل. لكن في ميزه كمان في الماتلاب، لو انت استخدمت حاجه ونسيها هتلاقي عندك على ايدك الشمال في حاجه اسمها الهيستوري، ايه الفانكشنز والحاجات اللي انت استخدمتها في الهيستوري الفاليوز والحاجات دي، فده بيساعدك انك لو حبيت تسترجع حاجه انت عملتها. طبعا لو انت شلت الماتلاب بعد ما كنت عملت سيت اب عندك على الكمبيوتر وشلته، طبعا الهيستوري ده راح فين؟ خلاص اختفى. واضح شكل الانترفيس يا شباب؟
واضح يا دكتور. تمام، نيجي بقى لي ايه هي الفكره بتاعته. الاول في عندنا حاجه اسمها الفاريبلز، فجوه الكوماند ويندو اللي احنا كنا بنتكلم عليها ديت احنا ممكن نشتغل ونحط فاريبلز. تمام كده، فاريبلز زي يعني ايه؟ اول ما بتفتح الماتلاب، انا هفتحه دلوقتي قدامكم اهو على الشاشه حيث يبان، ادي شكل الماتلاب اللي فاتحه اهو، ده السوفت وير فعلا. زي ما انت شايف على ايدك الشمال في شويه ملفات انا عاملها قبل كده، في في النص دكتور اللي ظاهر. نعم، ايه اللي مش ظاهر؟ مش ظاهر الماتلاب. لا انا فاتحه وانا فاتح الموبايل ببص على، يعني دايما ببص على من الموبايل على المحاضره. هو ظاهر يا كريم عادي. ها تاني انا حاط فيه اهو شغال من جديد. كده ظاهر عندك ولا لا؟ كده ظاهر يا دكتور. تمام اوكي، فزي ما انا شايف بقول لك على الشمال في الملفات اللي بشتغل بيها، تمام، وفي النص في حاجه اسمها الايديتور اللي هو فيه الام فايل او السكريبت او البرمجه اللي انا عملتها، وفي تحت هنا في القلب حاجه اسمها الكوماند ويندو. فمثلا الكوماند ويندو دي لو انت قلت a فاريبل بيساوي 12 واديته انتر، كده هو فهم ان ال a بكام؟ 12. طيب لو انت كتبت ال a دي مش كابيتال بقى، كتبتها سمول، ايه اللي حصل؟ لو كتبتها سمول خد بالك ان هو هنا بيتعامل مع ال a كابيتال كرمز وال a سمول كرمز تاني. زي ما انت شايف النتيجه اداني ايه؟ هو بيقول لي ان ال a فعلا عندك ب 12. طب لو واحد كتب ان a سمول مثلا سي ب 5 بيقول لي A small بخمسة. طب لو واحد جمع A capital plus A small، هو مش شايفهم منهم حاجة واحدة، لا ده هم حاجتين اهو، فهيجمع 12 هيجمع 12 زائد 5 يديني 17. ظهر عندك كلمة answer، فكلمة answer دي من ضمن الحاجات المشهورة او الفانكشنز اللي موجودة جوه الماتلاب. طيب نرجع للبرزنتيشن. اذا انا لو انا استخدمت زي ما انت شايف كده في عندي زي علامتين اتنين اكبر، ده بيسميها الماتلاب برومبت، وبادي علامه اليساوي دي من ضمن الاوبريتورز اللي موجوده جوه الماتلاب. لكن انا عملت حاجه مختلفه عن اللي انت شايفينها دلوقتي، كنت كاتب a بخمسه وخلاص او a كابيتال ب 12 وخلاص. في الحاله دي هو بيرجع يكتبها لي تاني زي ما انت شفت اهو، شايف تاني اهو، لما انا كتبت له a ب 12 راح هو رد عليا وقايل لي a ب 12. كتبت له A small بخمسة رد عليا A small بخمسة. طبعا ده كلام سري، طب ما كان يعني ممكن اعملها بطريقة تانية. لو كتبت A بتساوي 12 وعلامة ديت، بص كده عملت انتر، هو فهم وعرف انها ب 12 بس ما كلمكش. طب وانا هعرف منين الكلام ده؟ بص على ايدك اليمين، ما ده المكان اللي احنا قلنا فيه هتلاقي الفاريبل. شايف A small اهي، شايفها اهي، انا بشاور عليها، شايفها باينة عندكم اهي. A small جنبها الفاليو بتاعتها بكام؟ ها؟ بخمسة. طب وA capital قيمتها بكام؟ ب 12. طب والانسر اللي انت كنت عاملها اللي هي جمع الاثنين بردك موجود عندك بكام؟ ب 17. هل في حاجة تانية؟ لا مفيش عنده حاجة تانية. لو طفيت الماتلاب دلوقتي وشغلته تاني كل الأرقام دي هتروح، ماهاش متخزنة عنده. واضح؟ طيب لو أنا حبيت أبص على الهيستوري، جاست لو انا جيت بالاسهم، مش انت عندك على الكيبورد في اسهم سهم لفوق وتحت ويمين وشمال، لو رجعت بالسهم لفوق شايف اول ما اعمل سهم لفوق بيقول لي الهيستوري بتاعي، شايف انت عملت ايه اهو، انا عملت ايه ب 12 وجمعت مره ايه كابيتال على سمول ومره عوضت عن ايه بخمسه ومره ايه كابيتال وهكذا، شايف. والتاريخ النهارده هو 12/16/2020 الساعه 2 اهوت بدات تشتغل الكلام ده، فبيدينا ايه بالتواريخ، يعني لو حبيت ترجع حاجه بالتاريخ ايه فده بيسهل علينا لو انت عملت حاجة عايز ترجعها تاني. واضح يا شباب موضوع الهيستوري؟ تمام كده؟ طيب يبقى إذا أنا عندي المكونات اللي أنا بكتب بيها في الكوماند أهي، علامة الماتلاب برومبت، في الفاريبل اللي هو A مثلا، وعلامة يساوي مثلا دي اسمها أوبريتور وبتساوي 12. لكن لو أنا عايز أقفل عليها ما يخلوش يتكلم معايا، فبعمل حاجة اسمها سبريس الكوماند عن طريق اللي هي إيه؟ سيمي كولن ديت.
طول ما انت بتكتب variables وارقام بالمنظر ده هو بيعتد بيها. لكن لو انت عايز تتكلم كلام مجرد كلام ليك انت، حاجه تفكرك يعني، حاجه مثلا تقول لك ايه ال variable ده مقصود بيه الطول، فانت بتعرف نفسك انت، مش بتعرف هو. هو مش دعوه، مش فاهم حاجه، هو بالنسبه له ايه ده رقم وخلاص، انا مش دعوه. فعشان تكتب كلام ليك انت وما ياخدوش هو في التفاعل، يعني ما يجمعوش، ما يطرحوش، ما يضربوش، بنعمل بقى حاجه اسمها زي ما انت شايف كده، اللي هي علامه الدولار، علامه اللي هي برسنتج، واكتب وراها اللي انت عايزه. فانا مثلا هنا عرفت بقول ايه، ان دي فاريبل اسمها A، وان انا خليتها ب 12. ده الكلام ده مين؟ ليا انا، ده كومنت انا بكتبه ليا. فانت لما تيجي تعمل الاساينمنت بتاعك، ما هو انت تكتب فيه فاريبلز. انا لما اجي ابص بقى على الاساينمنت بتاعك هفهم انا ايه؟ لازم تكون كاتب مثلا ان انا خدت مثلا ان الاتش هو الطول، ودبليو هو العرض، وان التمبريتشر كابيتال معناها مقصود بيها التمبريتشر، وان التي سمول مقصود بيها التايم مثلا. فيبقى انت كده بتعرف الفاريبلز دي للي بيقرا الكود، لان انا لو قلت تي وتي واي وبي، طب انا مش عارفني ايه معنى الكلام ده، انا من بعيد هشوفها. او انت مثلا كل ما هتشتغل فيها هتفتكر بقى امبارح انت كنت عملت ايه، او اول امبارح عملت ايه. لا طيب، عشان كده بيقول لك جرب، هنا بيقول لك جرب من غير سيمي كولون ومره بكولون زي ما احنا عملنا، تمام كده؟ طيب ادي لو احنا عملنا ايه، بيقول لك هيرد عليك. طب لو عملنا ايه في 2 هتلاقيه عمل معاك الاجابه بتاعته 24. في من ضمن الحاجات السبيشال فاريبلز الموجوده زي ما شفنا كلمه انسر، كلمه لو كتبت له باي بالمنظر ده فهو هيفهم على طول انت قصدك بيها اللي هي باي اللي هي 3.14. في حاجات زي انفينيتي، وهي حاجه اسمها ان اي ان، معناها هو نوت ا نمبر، يعني لو انت عملت حاجه ما بتديش نمبر، زي ايه؟ لو قسمت زيرو على زيرو، او كانت الحسبه بتاعتك بينتج عنها انك بتقسم حاجه على زيرو، فبيقول لك لا ده مش نمبر، ده انفينيتي مثلا او باي. وفي بقى ان هو بيقول لك ايه سكوير روت، يعني لو انا مثلا اشتغلت بارقام ايماجينري، فاكرين انت اللي هو الريال والايماجينري، فالاي والجي بيعبروا عن ايه؟ بيعبروا ان انت استخدمت روت نيجاتيف 1، يعني لو الجذر نيجاتيف 1 ده يعني هيعبر هو عنه ازاي؟ باي او جي، يعني البارت ده ايماجينري مش ريال، الجزء ده مش حقيقي. وفي حاجه اسمها ريال مينيمم وريال ماكسيمم، كل دي فاريبلز جوه بيلت ان جوه الماتلاب. من ضمن الحاجات ساعات انت ما بتبقاش عارف هو الحته دي او الفاريبل ده مقصود بيه ايه، فانت ممكن تديله الكوماند تقول له قول لي بقى هو، وتكتب له مثلا الاي دي معناها ايه او هوز، فهو يبدا يعرف لك ايه مقصود الكلام ده. يعني مثلا انت دخلت له قبل كده حاجه وناسي هي دي كانت بتعمل ايه، ولا هي فاريبل ولا تكست ولا ايه حكايتها، فانت من خلال كلمه هو وتكتب له الفانكشن او الفاريبل اللي انت عندك ده، فيبدا يعرف لك هو انت بنيها بيزد على ايه، او ايه معنى الكلمه دي. من ضمن الحاجات المهمه جدا ودايما هتحتاجها كلمه هيلب. تعال نشوف كده كلمه هيلب دي جوه الماتلاب بتعمل ايه. يعني انا دلوقتي حاليا كتبت له كلمه هيلب اهو، ساعدني، هيفتح لك لسته بكل الحاجات اللي هو عنده، كل الدوكيومنتس اللي موجوده عنده، باينه عندكم اللي هي لونها ازرق دي اللي على ايدي الشمال، شايف؟ كل دي حاجات ممكن انت تدور عليها. يعني مثلا ماتلاب فانكشن، ماتلاب جنرال، وهكذا. لكن ممكن تكون اكتر تحديدا انك تقول له والله انا عايز اعمل رسمه، عايز اعمل بلوت، عايز ارسم اكس مع واي. فممكن تساعدني انك ان انا اعرف ازاي اعمل بلوت، فهقول له هيلب مسافه وكلمه بلوت. ايه اللي انتم ملاحظينه في الشكل اللي عندك؟ ايه اللي انت ملاحظه للون كلمة بلوت؟ باينة عندكم ولا مش باينة؟ لونها ايه بقى؟ بنفسجي كده، مختلف. معناها دي الفاريبل اللي انت بتدور عليه. لو انا قلت له انتر فبيقول لي اهو في حاجات كتيرة شبهها، كلمة بلوت تولز وسيمي بلوت وسيمي لوج وفي هولد وفي اكسيس، كل دول واضح ان هم ليهم حاجة ليها علاقة بالبلوت. لكن لو انت عايز تعرف بالظبط انت بتدور على حاجة اسمها ريفرنس بيج فور بلوت، اضغط على القصه دي. يعني روح بقى اقرا في التكست، هيديك بقى كلام مشروح، تقومي ايه يقول لك ايه هو البلوت ده، دبل كليك اهو عليه، المفروض ان هو يفتح عندي اهو. اهو ادي الهيلب اهو، فتح عندي اهي. هتلاقي ان الكلام ده غالبا بيحتاج انك انت تكون مرتبط بالانترنت، لان هو بيفتح صفحه من على النت بتشرح لك بالتفاصيل كل حاجه. بيقول لك لو انت عايز ترسم خط لاين يعني ما بين اكس وواي، فاسهل حاجه اهي
بلوت واكتب اكس وواي، بس طبعا لازم تكون انت اصلا معرف له اكس دي كفانكشن وواي كفانكشن، يعني في ارقام لاكس وارقام لواي. يعني سي انت عندك بلوت بيقول لك والله اكس بواحد واكس باثنين واكس بثلاثه واكس باربعه، عند كل اكس من دول في قيمه للفورس. نفترض ان انت عندك مثلا بيم والبيم ده ليه طول وليكن 10 متر، فانت عند البيم اللي هو اكس بزيرو ما كانش فيه فورس، فالفورس بزيرو، يبقى اكس بزيرو واي بزيرو، صح؟ طيب وعند اكس بمتر كان عندك فورس عصرا 1 كيلو نيوتن. طيب وعند اكس بيساوي 5 متر، ما يبقى انت كده عندك ارقام في اكس بيناظرها فورسز فين؟ في واي. بس لازم ناخد بالنا ان هو عشان يعرف يرسم حاجه زي كده لازم يكون عدد الارقام اللي موجوده في الفانكشن اكس بتساوي نفس الفانكشن اللي موجوده في واي، والا هو هيتلخبط يقول لك طب مين قصاد مين؟ تمام؟ طيب يبقى لو احنا استخدمنا اكس وواي عشان نعمل بلوت يبقى بالمنظر ده. عايز بقى تفاصيل، يعني مثلا اللون بتاع الخط يبقى عامل ازاي؟ اشكال. طب انت عايز تعمل بقى ليبل تكتب تحت الاكس والواي بلوت ده، الرسمه دي تكتب تحتها كلمات تنمقها تعمل لها سكيل، كل ده موجود مفيش مشكله. لو فضلت ماشي ماشي مع الهيل هيديك في الاخر اكزامبل اهو، بيقول لي والله انا عندي اكس عباره عن ارقام بادئه من زيرو وبتنتهي ب 2 باي، بس هي ماشيه كل باي على 100، يعني بيمشي ستيب باي على 100، تمام كده؟ طيب والواي هي فانكشن في اكس هي عباره عن ساين اكس. طب ايه المطلوب؟ هو بقى خلاص كده كمتلاف فهم الاثنين دول كمعادلتين اثنين فهمهم وحلهم جواه، فاضل بقى اخر حاجه ان اشوفهم، فانا قلت له اعمل لي بلوت. لو انت كتبت له فعلا بلوت هتلاقي الشكل طلع معاك بالمنظر ده. تعال ناخد الكلام ده بكوبي وبيست ونحطه فعلا في الماتلاب اهو. لو خدت الكلمتين دول كوبي وبيست ورحت للكوماند اهو هنا اهو، هو كده فهم اكس بكام وواي بكام وعملت له انتر. بص على ايدك اليمين اهو، شايف؟ قال الاكس اهو عباره عن فاريبل من نوع ايه؟ من نوع اسمه دبل، وفيها كام قيمه دلوقتي؟ فيها 201 قيمه، يعني لو فتحت جوه الاكس دي واتفرجت عليها هتلاقي 201 قيمه، وقصادها واي برضك 201 قيمه. دبل كليك كده على الاكس اهو، شايف الارقام اهي؟ ادي كل الارقام اللي بتعبر عن الايه؟ الفانكشن اللي اسمها اكس. ادي قيمه اكس عند 1 و2 و3 و4. طب واي اهو، شايف؟ لما اعوض بالساين اهي، ادي ارقام الواي. فاضل اخر حاجه اعمل ايه؟ اروح واخد من هناك كلمه بلوت اكس وواي كوبي. يعني انت الميزه هنا فيه ان هو بيساعدك تتعلم بسهوله بتراين ايرور، جرب يعني اهو، شايف على طول رسم لي نفس الرسمه اللي هي موجوده عنده فين؟ في الهلب اهي، نفس الرسمه اللي عنده بالظبط. طب انت بقى عايز مثلا تخلي الرسمه فيها حاجات اخرى مثلا وترسم كوزاين مع ساين وترسم الوان وتعمل، هيبدا بقى يقول لك انت ممكن تعمل ايه وايه وتعمل دوتد لاين ولا شكل عامل بكونتينوس، كل الاشكال اللي انت متخيلها ممكن تعملها ازاي. يعني مثلا ممكن يكون عندك رسمه مومنت ورسمه فورس وتحطهم فوق بعض مع محور اكس، فممكن او مثلا تبين الشير وتبين المومنت وتبين الفورس اللي عندك، تقدر تعرف الايه الحاجات اللي عندك بالوان مختلفه باشكال مختلفه زي ما شايف، كل دي انواع. يبقى هو هنا بيشرح لنا، يبقى ميزه الهلب في ايه؟ انه بيقول لك مثال على الحاجه اللي انت عايزها، وبيقول لك كمان ممكن تجربها ويطلع شكلها عامل ازاي، فمن هنا بتعرف تتعلم. يبقى ميزه الماتلاب ان هو ممكن يخليك تعرف تتعلم بنفسك، مش محتاج حد كتير يكلم معاك. لغايه دلوقتي في اي اسئله في اللي انا بقوله؟ يا شباب في اسئله في اللي انا بقوله؟ حد معايا ولا الناس كلها راحت روحت؟ لا مع حضرتك يا دكتور. طيب انا ماشي كده. نعم طيب، ممكن انت من كتر ما كتبت حاجات هتتلخبط، مثلا انت مره عايز الاي ب 12 بعد كده عايز الاي ب 15، فممكن يحصل ايه؟ الكمبيوتر يديك ارقام يقول لك هو في ايه اللي حصل؟ ايوه عشان انت عمال تعبي في ارقامه، وممكن بعد كده بتعدل لسه، فانا عايز امسح كل اللي في المخ ده، كل اللي في الميموري اشيلها وابدا من اول جديد. ففي عندي فانكشن اسمها كلير، شايف لما اعمل كلير مسح، شايف ايدك اليمين اهو، كل المعلومات اللي كانت متخزنه جواه فين في الميموري راحت. لكن هتلاحظ ان الكوماند ويندو لسه كل المعلومات اللي انت كنت كاتبها ايه موجوده، بعكس لو عملت حاجه اسمها سي ال سي
وعملت انتر كان الان انت مسحت مين؟ زي ما تمسح بتمسح السبوره يعني، مسحت المكان اللي تكتب فيه عشان ايه تبدا من اول وجديد. خلاص كده؟ ففي شويه فانكشن اهي تاني هنلاقيها موجوده هنا اللي هي كلمه كلير. كده انت بتعمل كلير لكل حاجه. بعكس واحد يقول لك لا انا كنت بس عايزك تعمل كلير لمين؟ لاي او لاكس بس او لواي بس او لاكس وواي. فانت لو كتبت له كلير امسح لي اكس وواي بس كان هيمسح لك الاكس وواي بس. يعني بيفضيهم خلاص مش موجودين. واضح يا شباب اللي انا بتكلم عليه بالنسبه للكوماندز بتاعه الماتلاب. طيب بردك من ضمن الحاجات اللي شبه كلمه الهيلب حاجه اسمها لوك اه لوك فور، لكن غالبا معظم الناس بتستخدم كلمه هيلب. طيب يعني مثلا لو واحد بيدور على كوزاين وكتب كلمه كوزاين هيظهر له الكلام ده، يعمل دبل كليك عليه هيقول له والله ايه الكوزاين ديت ويعني ايه فانكشن ورسمتها ازاي ويديك تفاصيل وكمان ايه اللي شبه الكوزاين، ما في كمان ساين وفي كوشاين، فبيديك كمان لو انت يعني كلمه مختلطه عليك ورايح لحاجه ثانيه يساعدك كمان تحت اتفرج يقول لك سي اولسو اللي ممكن كمان تشوف. تمام كده اهو سي اولسو تحت كمان بيقول لك كمان ايه اللي انت ممكن فايند يعني يا دكتور. نعم يا باشمهندس. الو 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 الو. من ضمن الحاجات المشهوره جدا ان انا عندي حاجه اسمها ماتريكس او اري. طبعا اخذت في الرياضه او الماثماتكس اللي هو الماتريسيز والاريز عامله ازاي. فهو انا برضك بيشرح لك الماتريسيز بتتكتب ازاي وبتعمل ازاي. تعال نشوف هنتعامل مع الورك سبيس ده ازاي. فمثلا لو انا عندي بي ب 10 وعندي سي عباره عن اي بلس بي وجمعتهم هيبدا يجمع عادي. تمام؟ انا ممكن عايز اعرف بقى الفاريبل بتاعي ده ابعاده ايه؟ اه فلو كتبت كلمه whose انا عندي فاريبل a وفاريبل b وقلت له whose هيديك على طول ايه بقى الفاريبلز اللي عنده ويوصفها لك يقول لك والله ديت نوعها ايه، هل هي تكست ولا هي عباره عن فاريبل عباره عن دبل ولا array ولا ايه يعني السايز بتاعها عباره عن كام. كلمه واحد في واحد ان هي رقم واحد يعني ممكن يكون عندي ده array يعني ممكن تكون عندي متجه مثلا ماسك خمس نقط وبالتالي بقى انا عندي واحد في خمسه، او ممكن تكون عندي ماتريكس وبالتالي انا اتكلم على مثلا 3 في 3 او 2 في 3 او 6 في 2 وهكذا. اوكي؟ طيب ناخد بالنا من كلمه العلامه اللي هي البرسنتج دي وجنبها تلاقي الكلام بالاخضر معناه ان هو ده فاهمه انه ده كلام بينك وبين نفسك هو ملوش دعوه بيه ومش هيعتبره عنده اي معنى. خلاص كده؟ طيب من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها الاوبريتورز، يعني لو انا عايز اعمل الاندكس او باور فالعلامة دي علامة الايه؟ اللي بشاور عليها دي. اهي العلامة دي علامة الباور. ولو انت بتتكلم على مصفوفة فده جواها بارامترز فكل بارامترز ممكن تقول لها انا عايز كل بارامتر منهم يبقى أس مثلا 2 او أس 3، يعني مثلا A to the power B او A dot to the power B معناها ان A دي جواها ارقام كتير وعايز امسك رقم رقم من جوه واخليه أس كام؟ أس B. طبعا انتوا عارفين علامه اللي هي المالتيبليكيشن، او لو انا جوه مصفوفه مصفوفه مثلا ولتكن اهي 1 و2 و5 و4 و3 و2، فالمعنى العلامه دي ايه؟ ان امسك لي كل رقم من دول يبقوا اضربه في بي، او كل رقم من دول واعمل له اس مثلا وهكذا، او اقسم علامه القسمه وعلامه ان انا كل رقم من دول هيبقى عندي عمليه قسمه. خد بالك ان هو عنده الميل بالمنظر ده او الميل ده الاثنين بمعنى واحد، ما يفرقش عنده الميل ده او الميل ده، الاثنين معنى اسم. وطبعا زي ما انتم عارفين الاديشن والسبتراكشن وكلمه يساوي. برضك من ضمن الحاجات اللي هي less than او اقل من او يساوي هنحتاج الحاجات دي واحنا شغالين في البرمجه، اكبر من اكبر من او يساوي او كلمه فعلا يساوي او تقريبا يساوي. كل دي حاجات هو بالنسبه له فاهمها. او لا لا يساوي. او كلمه اند او كلمه اور. اور دي شايف عامله ازاي؟ هتلاقيها خط كده ايه راسي. خلاص كده واضح يا شباب الاوبريتورز ديت هنحتاجها واحنا شغالين. بردك دي قلنا دي برومبت اللي هي اللي موجوده دايما في الكوماند بتاع الماتلاب. لو انت بدات تكتب كلام وواضح ان الكلام بقى كتير جدا عمال تكتب وايه والمعادله طويله جدا، طب انا هروح لغايه فين بقى هنا يعني ما فيش مكان، فانا عايز اكمل بقيه المعادله. فعشان ما تتلخبطش هو معمول لك حاجه كويسه،
قال لك بعد يعني مثلا انت وصلت لغايه هنا وعايز توقف وتكمل من تاني السطر، تكمل السطر اللي بعديه، فقال لك استخدم الثلاث نقط دول، حط نقطه اثنين ثلاثه، هو الماتلاب هيفهم ان الخطوه اللي بعديه السطر اللي بعديه مستمر ومكمل، يعني دول كلهم معادله واحده او كلام واحد. ممكن كمان تكمل 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 وبعدين تقول له اه ونقطه نقطه نقطه، معناها كمان السطر اللي بعديه الثالث ده كل دول هم في الاخر سطر في الاخر واحد، لكن انت مش عارف تكتبهم في سطر مره واحده، فانت مقسمهم له على ثلاثه، لكن هو فهمهم ان هم سطر واحد. ناخد بالنا من كمان من حاجه اسمها السيباريتور، وبين حاجه اسمها السيبريشن، ان انت ما تشوفش اللي هو جواه عنده، يعني مثلا A ب 15، فلو انت كتبت له A ب 15 وخلاص هيروح هو رد عليك يقول لك A ب 15، بعكس لو انت عملت له سيمي كولن خلاص مش هيرد عليك، هو عارف وخلصنا وحافظ جواه. اوكي، برضك الموضوع دوت اللي هو دبل دوت ده بيديك بقى رينج، يعني انا بقول له ايه، ان A دي عباره عن مصفوفه بادئه من فين، من واحد لغايه خمسة، فهو كده هيفهم لوحده ان انت قصدك انها واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. واحد تاني يقول له لا لا انا ما اقصدش كده، انا كنت اقصد ان ال A هي عباره عن من واحد لخمسه، بس انا بمشي ستيب كل اثنين، يعني قصده ايه؟ يبقى واحد هتجمع عليها اتنين تبقى كام؟ ها؟ تلاتة، ها هتجمع عليها اتنين يبقى كام؟ خمسة، يبقى كده هو فاهم ان انت قصدك ان انا عندي الري دي واحد تلاتة خمسة، لانك انت ماشي ما بينه ستيب اهو، ده الستيب اللي انت بتتكلم عليه. واحد تاني يقول له لا لا انا اقصد واحد نص خمسة، عارف دي معناها ان هيعمل ايه؟ هيعمل واحد وواحد ونص وبعد كده اتنين، ها؟ واتنين ونص وتلاتة وكده تلاتة ونص واربعة واربعة ونص وخمسة، شايف كل دول بقى زادوا ليه؟ لان انت عملت له الستيب، العلامة ما بين ستيب واللي بعدها نص. تخيل لو عملت 0.01 فانت ممكن لو انا عندي بقى سلاب والسلاب دي السمك بتاعها، فاكرين لما احنا كنا بنتكلم المحاضرة اللي فاتت، السلاب دي سمكها مثلا وليكن 20 سنتي، وانت عايز تقسمها الى نودز، هتعملها كام نود؟ اتنين ولا خمسة ولا 10 ولا كام؟ النود بتاعتي انا عايز ابدا من عند اول نقطه لغايه اخر نقطه اللي هي 20 سم، اللي هي مثلا 2 اعتبرها 2 ده يعني 20 سم، بس همشي جوه كل 0.01 سم. شايف هتمشي انت ستيبس كام؟ يبقى انت هتزود عدد النمبر اوف ايه بوينتس بتاعتك، وبالتالي كده قطعت الشريحه بتاعتك الى السلاب بتاعتك الى شرايح كتير 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 جدا، وقلنا كل ما هتزود الشرايح كل ما انت هتقدر تطلع حل ادق واقرب للحقيقه. يعني يا دكتور الرينج ده يعني اما اتنين بين رقمين يا اما التلات ارقام اللي في النص بيبين الفرق بينهم، يعني بالظبط يعني مثلا واحد لعشرة ادي معناها، تمام كده؟ لو انت قلت واحد لعشرة بس ماشي ستيب اتنين، شايف هيمشي واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة وهكذا، واضح؟ تمام كده تمام. طيب تعالى نشوف حاجة اسمها ماتريسيز، نكتب ماتريسيز دي ازاي؟ يعني عندي ماتريس اهو اكتبها ازاي؟ قال لك والله ممكن تكتبها بالمنظر ده، شايف اهو 3 و2 و1 ده مقصود ان انت تتكلم على سطر اهو، عايز اتنقل بقى من السطر الاولاني للسطر الثاني، فهتعمل علامه اللي هي الايه سيمي كولون اهي، وتكتب بقى 5 و1 و3 ها، وترجع تعمل سيمي كولون ثاني اهو 2 و1 7، فهو يفهم بالمنظر ده. بس خد بالك لازم يكون الامور قد بعضها، يعني لو بتتكلم 3 في 3 او 3 في 2 لازم يكون دول 3 ودول 3، ما ينفعش تكتب له ثلاثة ثلاث فاريبلز وبعد كده اثنين فاريبلز تقول له كمل، هو هيقول لك ايه مش هوموجينيوس مش مظبوط. بنحط الكلام ده بين سكوير براكتس عشان تبقى يفهمه ان احنا ايه بنتكلم على مصفوف اهو، اول ما تكتب له الكلام ده هيظهر لك ادي الشكل، هو هيرد عليك بالمنظر ده. او لو انت بقى علامه عملت سيمي كولون خلاص هو بقى فاهم ومش هيظهر لك حاجه، بس هي بيلت ان. تعال نجرب الكلام ده على الماتلاب. انا كنت فعلا عامل الكلام عشان بس ما نضيعش وقت اهو، ادي الاي بقول له انها ب 3 و2 و1 سمي كولون 5 1 0 وبعد 2 1 7 اهو. بص على ايدك اليمين بقى اتفرج على الاي اهي، بيقول لك دي اري اهي وادي الفاليو اللي جواها. طب انا عايز اتفرج عليه دبل كليك عليها، شايف اهي باينه قدامكم، انا بعمل لها هايلايتنج اهي، شايفها ادي الاي وقال لك دي عباره عن مصفوفه 3 في 3 اهو، وادي الارقام بتاعتها. فالصف الاول في العمود الاول فيه رقم 3، والصف الاول العمود الثاني فيه 2، والصف الاول العمود الثالث فيه 1،
والصف الثاني العمود الاول فيه خمسة وهكذا. يبقى هو بيفهم عنده بحاجة اسمها الصف والعمود. اتفقنا يا شباب؟ انت بقى هتحول الدايمنشنز بتاعتك لحاجة زي كده. افرض انت عندي الشكل بتاعي عبارة عن زي ما قلنا سلاب شكلها مربع او مستطيل، هيبقى طولها كام وعرضها كام؟ هتمشي بقى كام ستيب؟ فاكرين الكلام ده؟ فاكرين لما عملناها قطعناها في اتجاه محور واي كام ان، وفي محور اكس كام ام، وقلنا النقط بالنسبه لنا بتبقى ام وان، وام وان زائد واحد، وبعد كده ام وان زائد اثنين، وقبلها ام وان ناقص واحد، وام وان ناقص اثنين، وفوق ام واحد ام زائد واحد وان، واللي فوقها ام زائد اثنين وان. فاكرين الكلام ده ولا ايه؟ تمام. فهي دي هتبقى شكل المصفوف اللي احنا بنتكلم عليه. واضح يا شباب ازاي بنعمل ماتريسيز جوه الماتلاب؟ طيب انا ممكن استفاد ايه يعني لما عملت ماتريسيز جوه الماتلاب؟ انا ممكن بقى اعمل حاجات كتير جوه. ممكن اقول له اختار لي الفاليو بتاعه الرقم اللي موجود فين، اللي في اول صف بس في العمود الثاني، هاتهولي. يروح جايبه لك على طول اهو اهو، هيروح للصف الاولاني ويبص على العمود الثاني ويروح جايبه اهو. لا ده انا عايز حاجه ثانيه، انا عايزك تجيب لي الصف الثالث وتمسك لي من العمود الثاني للعمود الثالث. فين الصف الثالث؟ اهو ادي الصف الثالث. فين من العمود الثاني؟ اهو. لغايه فين؟ لغايه الثالث. يبقى هو قصده على مين بقى؟ واحد وسبعة. وضحت يا شباب؟ اي سؤال في الكلام اللي انا بقوله دوت؟ طب انا عايز بقى كله، كل الصفوف بس بشرط في العمود الثاني، كل الصفوف الارقام اللي في الصفوف اللي في العمود الثاني اللي هم مين؟ حد يقول لي قبل ما اعملها انا. 2 و1 1 بالظبط. كل الصفوف اهي بس في العمود بس الثاني اهو. جميل. طيب لو واحد قرر انه ياخد الماتريكس A وبيقول له كل الصفوف وكل الاعمده، شايف الكلمه دي؟ المفروض هيدي له ايه؟ نفس الماتريكس بالظبط كده. بالظبط تمام اهي. ادي تاني حاجه بقى. افرض انت عندك ماتريكس طلعت ومش عارف الحجم بتاعها، يعني الحجم احنا هنا شايفينها عشان 3 في 3، لكن ممكن يكون حجم الماتريكس بتاعتك مثلا مليون في مليون، ممكن تبقى مثلا 25000 في 25000 ممكن، بس احنا مش هنوصل لهذه الدرجه يعني. لكن طب انا عايز اعرف بالظبط هي كام، لان ممكن يحصل لي ايرور. طب انا عايز اعرف هو هي بكام عشان اظبط له الايرور ده. ففي فانكشن جميله جدا بتقول لك السايز بتاع اي بكام. لو كتبت كلمه سايز اي يقول لك والله دي 3 في 3، معناها انها عاد الاعمده 3 وعاد الصفوف كام؟ 3. طيب ممكن كمان نعمل حاجه ثانيه، يقول لك اعمل صم، يعني جمع الاي. كلمه جمع بقى هيجمع مين؟ هيجمع عمود عمود اهو. جمع العمود ده، جمع العمود ده، جمع العمود ده. فانا ممكن اعمل ترانسبوز للماتريسيز، ممكن اضرب ماتريسيز في ماتريسيز، ممكن اضرب كل رقم جوه ماتريسيز في ماتريسيز ثانيه او في اليمنت. ممكن اقسم ماتريسيز على ماتريسيز، بس بشرط ان فاكرين احنا عارفين القواعد بتاعتنا بقى. يعني لو مثلا 3 في 2 ينفع تضربها في ماتريسيز 2 في 3 او هتقسمهم على بعض يبقى كده. لكن لو ما ينفعش مثلا تبقى 3 في 2 واضربها في 3 في 2، ما ينفعش، مش هتظبط معاك. عارفين القواعد بتاعت الماتريسيز، ارجع لها تاني. كل الكلام ده حتى لو انت مش فاكره موجود عندك، موجود فين؟ في الهلب. هتقدر وهيقول لك في ايرور، وهترجع بالايرور ده تاني للهلب تقوم تظبط نفسك، مفيش مشكله خالص. من ضمن الحاجات انت ممكن تركب ماتريسيز مع ماتريسيز. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي ماتريسيز بي اهي واي اهي، انا عايز اعمل ماتريسيز جديده ولتكن سي. ايه بقى وضع سي ديت؟ اهي عباره عن اي وبي، يبقى 2 سوري 3 2 1 وبعد كده 1 3 2 اهي من هنا، وتحتها هيبقى 5 1 0 وهنا 4 9 5 وتحت هيبقى 2 1 7 2 7 2. فلو كتبت الشكل ده هو فهم ان في ماتريسيز جديده اسمها سي هي عباره عن القصه دي. او لو حطيتهم فوق بعض، يعني مثلا ماتريسيز دي معناها ايه؟ معناها انك بتقول 3 2 1 ده اللي هي الاي الاول، و5 1 0 وبعد كده 2 1 7 وراها مين؟ وراها بي اللي هي 1 3 2 4 9 5 2 7 2.
شفت ازاي هو ممكن نجمع او نركب او اذا كانك بتلزق او بتقص انت ممكن تعمل متريسيز جديده تقول والله لا انا هاخد الحته دي بس واعمل منها متريسيز ولتكن اسمها اتش. طب دي اقولها ازاي؟ انت عايز من الصف الكام التالت يبقى حاجه عند دي متريسيز الجديده اسمها دي وهاخد من الصف التالت وكل الايه الاعمده وكل الاعمده بس انت كمان عايز الصف الثالث والرابع والخامس يبقى هتقول له 3 لغايه 4 يبقى من 3 لغايه 4 لغايه 5 سوري 3 و4 و5 الصف الثالث والرابع والخامس يبقى من 3 ل 5 وكل الاعمده هيروح مديك مين مصفوفه جديده اسمها اتش هي بتركز على الحته دي بس. واضح يا شباب التعامل مع الماتريسيز جوه الماتلاب؟ اي سؤال في اللي انا بعمله؟ من ضمن الحاجات المهمه جدا كماتريسيز او فانكشنز جوه الماتريسيز حاجه اسمها وانز يعني انت عايز تعمل مصفوفه كل الارقام اللي جواها عباره عن واحد بس ابعادها كام بقى كام صف في كام عمود فلو قلت له وانز اهي بس أربعة ايه اللي هيحصل اهو هيروح يعمل لك أربعة في أربعة مصفوفه أربعة في أربعة بس كل رقم فيها بواحد او ممكن تقول له لا انا عايز أربعة في اتنين اهو يروح عامل لك أربعة صفوف بس في عمودين اتنين كلهم محايد. بنفس الكيفية لو عملنا حاجة اسمها زيروز ودي من الفانكشنز المهمة جدا اللي هي الوانز والزيروز دول هيعبي الماتريسيز بتاعته كلها زيروز 2 في 3 أو 4 في 4 أو 4 في 2 أو 8 في 2 وهكذا بس هيملاهم كلهم إيه؟ زيرو. يا شباب لغاية دلوقتي الدنيا ماشية. من ضمن الحاجات برضك حاجه اسمها ان هو نوت نمبر يعني هعتبر الكلام بتاعي ده كله مش نمبر هو مصفوفه بحجزها بفضيها كده يعني زي مثلا احط فيها النتائج طبعا لسه انا ما حسبتش حاجه لسه النتائج هتطلع بعدين فانا بس بحجزها عشان اعبي فيها النتائج فدي بدا كلها لسه ما فيش فيها ارقام فبعتبرها كلها نوت نمبر. يا باشمهندسين الى الان في اي استفسار او اي سؤال في اللي انا بقوله؟ الناس معايا ولا في حاجه نت فصل ولا ايه الاخبار؟ معايا يا دكتور. انا كنت بتجرب لان برضه احنا قبل كده خدناه وحصل معانا حاجات لما جربنا وعرفنا يعني. تمام. يعني الدنيا ماشيه معاك يعني. يعني هجربه طيب. كذا مره وبعدين هيشتغل في الاخر يعني. طيب اوكي طيب برضك من ضمن الحاجات اهو اللينث لو انت عايز تعرف طول المصفوفه دي كام؟ لو كتبت كلمه لينث فيقول لك والله دي طولها 4. من ضمن الحاجات الجميله مصفوفه اسمها او فانكشن اسمها اي وراندوم اهي لو انا قلت له راندوم يعني عمال يديني ارقام بقى الارقام دي واخده من الزيرو لغايه كام نيجاتيف يعني بوزيتيف او نيجاتيف لواحد من نيجاتيف واحد لبوزيتيف واحد ارقام راندوم عشوائيه ممكن تخليها راندوم مثلا ايه فرنج 2 في 2 او ممكن تقول له اضرب الرقم ده كمان كله مثلا في 5 يبقى بعد ما خدنا اللي هو عمل الراندوم بتاعه من ناقص 1 لناقص لغايه بوزيتيف 1 بيضرب بقى الارقام دي كلها في كام؟ في 5 فيطلع لك الارقام دي مضروبه في 5 او ممكن تقول لا خلينا اعمل ابسليوت يعني ايه ابسليوت؟ يعني انا عايز كل الارقام تبقى ايه؟ بوزيتيف اهو فلو كنت خدت كلمه راندوم بس مش راندوم ان فهيديني كل الارقام بتاعتي في الناحيه البوزيتيف. كلمه اي معناها ان زي ما انت شايف القطر اهو شايف القطر ده هو اللي واخد ارقام واحد وبقيه الارقام بالنسبه له زيرو. طيب تعال نبص على حاجه زي كده هنحتاجها اللي هي مثلا ممكن تبقى فانكشن تي من زيرو لغايه 8 باي وهنمشي ستيب باي على 12 ونعمل الكوزاين بتاعها ونرسم بلوت. هنا البلوت بيقول لك ايه؟ بلوت تي اللي هو تي محور اكس واي اللي هو محور واي وبيقول لك ان الشكل ده انا عايز اللون بتاع الرسمه بتاعتي اهو فرسمها لك ازاي اهي ادي رسم اكس وواي بس الالوان اللي جوه لونها ايه ازرق بلو وكمان انا عايز فيها نقط عشان كده بتلاقي الخط عليه نقط 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 ومتصل في خط كمان متصل. ممكن نجرب بقى حاجات اخرى بس خد بالك لازم الطول اللينث فاكر من شويه كان في فانكشن اسمها لينث لينث بتاع الواي لازم يكون نفس اللينث بتاع التي واقول لك هرسمها ازاي ما انت لازم تجيب لي رقم قصاد رقم. لو انت اديتني مصفوفه تي الارقام اللي فيها 5 ارقام وواي 4 ارقام طب هحط مين قدام مين ما انت كده مش ملخبطني يعني ما تخليهم 4 قدام 4 يا تزود واي تبقى 5 قدام 5 تمام. طيب كل الكلام ده كان تعريف عام لازاي نتعامل مع الماتلاب
ككوماند كجمع كطرح حاجات زي كده. لكن احنا يهمنا ان احنا بعدنا زي ما قلنا لما اطفي لما اتلاب ده وافتحه تاني يبقى عندي كود، وده المطلوب منك في البروجكت. يعني يبقى عندي كود كل ما اشغله اديله مساله يحلها، يبقى انا عايز حاجه دايما ثابته. فده بنعرف حاجه اسمها الام فايل. فين الام فايل ده؟ بيتفتح منين؟ لو جينا بصينا كده على الماتلاب تاني اهو، ممكن نقفل ده. زي ما انت شايف هنا ده اللي هو الام فايل اهو، نيو سكريبت. انا بشاور عليه على ايد الشمال، شايف كلمه هوم تحتها كده علامه زي ورقه وتحتها بلس لونها اصفر اهو. لو ضغطت عليها اهو فتح لي صفحه جديده، حط فيها تاني اهو وافتحها اهو، شايف اهو. واضح يا شباب ازاي بنعمل نيو ام فايل؟ ده مكان بتكتب فيه الايه المعدات. يعني مثلا ممكن اقول ايه، ان this code is for الكورس بتاعنا اللي هو MEP 311. هو كده ملوش دعوه بالكلام ده، انت عامل حاجه لنفسك كومنت وعامل عليه ايه علامه اللي هي الدولار دي، سوري علامه اللي هي البرسنتج. اوكي طيب ايه بقى الكود ده بيقول ايه؟ بيقول والله انا عايز كل ما انا يبقى عندي انبوت A مثلا سي ب 5 وعندي انبوت B بيساوي 10 هو على طول يعمل لي ايه؟ يضربهم في بعض ويديني النتيجه A في B. ايه اللي انت هتلاحظه؟ اهو هنشغل البرنامج ده ازاي اصلا؟ فلازم نرجع لحاجه اسمها اديتور فوق، شايف كلمه هوم وكلمه اديتور اهو، هتلاقي جواها حاجه اسمها ران، شايف ران دي اهي ران اللي هو السهم عامل كده بتعمل بلاي يعني ران. اول ما هتعمل ران يقول لك انت لازم اول تكون مسيف ايه الكود بتاعك ده، هتسيفه ايه؟ تعال نسيفه باسم الماده بتاعتنا اللي هي ام اي بي 311. طيب هتحطه لي فين؟ اه مثلا اخليه على الديسكتوب، ماشي. فلازم يقول له هل انت عايز الفولدر ده يشتغل؟ فلازم تحطه في الباث، بيسموها حاجه اسمها الباث اللي احنا ماشيين بيه هنا فوق ده. يبقى هنقول له اه اد تو باث كده، هو فهم ان هو يشغل البرنامج. ايه بقى اللي حصل في الاوتبوت؟ ايه اللي حصل اهو؟ راح مشغل الكود اللي احنا سميناه ام اي بي 311، وعشان انت مش قافل على السطر اللي هو اي 5 فراح هو حاطه اهو، ومش قافل على بي ب 10 حاطه لك اهي، واداك الانسر بكام؟ ب 50، يعني هو نفذ البرنامج. قارن لو كنا عملنا كده، قفلنا على الخمسه دي، وقفلنا على 10 دي، وقفلنا على الاي بلس بي، وعملنا ران. هو عمل حاجه بس انت مش شايف لان ما طلعش نتيجه. شيل الاي زائد في البي واعمل ران تاني. اهو مداك بس الانسر اللي هي كام؟ 50. طب انا عايز اتاكد انا بقى بشتغل صح ولا غلط، مش احنا خدنا من شويه قلنا في حاجه اسمها كلير؟ كمان نكتب كلمه كلير اول، يعني كل الحاجات اللي عندك شيلها. طب اتاكد منين ان هو عمل كل حاجه كلير؟ اهو بص على ايدك اليمين هتلاقي الورك سبيس مفيش اي حاجه في الذاكره، كل الحاجات في الذاكره بقت مش موجوده. عشان كده يفضل في اي برنامج انك تبدا بكلمه ايه جوه هنا؟ هنا تبدا بكلمه ايه؟ كلير و سي ال سي، يعني فضي لي كل حاجه، نضف كل حاجه عشان ابدا من اول وجديد. سيف، ادي بقى الكود بتاعنا مكون من كام سطر دلوقتي، شايف السطر الاول في كومنت، السطر الثاني اهو حاجه مطلوبه منه اهو يعملها كوماند مطلوب منه 4 5 6. طيب اعمل بقى ران اهو، نضف كل حاجه واداك النتيجه في الاخر اللي هي مين؟ حاصل ضرب البي ايه في البي. لكن الحقيقه لو انت دخلت على ايدك اليمين وشفت الورك سبيس هتلاقي لا ده الاي ده في فاريبل قيمته 5 والبي قيمته ب 10 والانسر قيمتها ب 50 موجوده. يبقى كل حاجه هنا ايه؟ اقدر ابص عليها واتفرج عليها اشوفها عامله ازاي. طيب بكده احنا بدانا نتعامل ازاي مع السكريبت او ازاي نعمل كود. ساعات بتحتاج انت تتعامل مع حد بيتعامل مع الكود، يعني مثلا هتبعت لي انت الترانسكريبت بتاعك فانا عايز اتعامل معاه، يعني مثلا تقول له ايه؟ دخل انبوت، نوع الانبوت يبقى شكله عامل ازاي؟ طب انت عايز تحل 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشن؟ طب انت عايز تحل ترانزيانت ولا ستيدي؟ ايه ده؟ ده في حوار اهو بينك وبين المستخدم اليوزر.
طب هتتكلم معاه ازاي؟ احد الطرق ان احنا ممكن نستخدمها نعرف بيها الكلام بينك وبين اليوزر انك تعمل حاجه اسمها كلمه ديسبلاي دي اي اس بي دي معناها ديسبلاي وتكتب الكلام اللي انت عايزه ما بين سيمي كولن اهو. لو عملت كده وتفر بقى انت كاتب ايه هو هيظهر له. يعني ان شاء الله حتى نكتب كلمه اهو ديسبلاي ويلكم تو ذيس جيم اهو، فهو هيظهر لك في الماتلاب في الكوماند انه بيرحب بيك بيقول لك ويلكم تو ذا جيم. اوكي طيب وبعدين ما انا عايزه انت بتقول لي والله حل البرنامج ده انا هشتغل وان دايمنشن وستيدي ستيت. طيب بما انك انت هتشتغل وان دايمنشن قول لي السلاب بتاعتك طولها كام او عرضها كام، او قول لي انا هشتغل ترانزيان طب حلو يبقى تي انيشال بكام، او قول لي الباوندري بتاعتك على ايدك الشمال درجه الحراره بتاعتها كام او درجه الحراره اليمين كام، او لو والله عندك كونفكشن يبقى الاتش بكام والتي انفينيتي بكام. ايه ده كل دي ام انبوت المفروض احنا كيوزر هندخلها له. اذا هو مستقبل مني هنا كمان معلومه اهو بقى في فاريبل جوه الماتلاب بس مش قادر يجيبها كقيمه الا لما اليوزر من بره يعمل لها له ايه يعمل له انبوت. اوكي فخد بالك هنا مستني مني انبوت، فانا بقول له والله عرفت انا بقى زد اسمها فاريبل ودي عباره عن انبوت اهو بليز سيلكت النمبر من واحد لغايه كام 9. فانا مطلوب مني كيوزر ادخل ارقام من كام لكام يا شباب من كام لكام؟ من 1 ل 9 يا دكتور. طب افرض واحد بيهزر او غلط وراح مدخل رقم مثلا ولتكن بدل ما يدخل ارقام دخل تكست عمل له جي او كتب له بلس 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 او كتب له 11، فلازم انت كنت متوقع ان لو اليوزر ده غلط انا برضك هقول له لا الرقم ده مش مظبوط وقلت لك دخل ارقام ما بين 1 و9. لقيته بقى بيكرر الغلط يبقى ده واحد بيعمل ايه؟ واحد بيهزر، فروح انت اقفل بقى البرنامج ده خلاص، قول له خلاص شكرا كده مش هكمل معاك. او لا والله هو غلط فما فيش مشكله اديله فرصه ان هو يدخل تاني الرقم ايه؟ الصحيح. تمام كده؟ طيب دكتور تعالى نشوف كده اهو. نعم يا باشمهندس. مش هطلع له مسج يعني اقول له ان اللي هو عمله ده اه تمام بالظبط اهو. فاحنا مثلا عملنا برنامج اهو مكتوب فيه ايه؟ ديسبلاي ويلكم تو ذيس جيم. فراح اظهر على طول كلمه اهو تحتها كلمه ايه اهو هعمل لك عليها هايلايت عشان ابين لك ايه اللي حصل. اهي ويلكم تو ذا جيم ده اللي هو الرد اللي حصل. بعدها انا طلبت منه انبوت بليز سيلكت نمبر من 1 ل 9، فاهو بليز سيلكت النمبر من 1 ده اللي هيظهر عند مين؟ عند اليوزر. فهو هنا مستني مني في الـ في الـ في الكلام دوت اللي هو هقول لك عليه باللون الاحمر اهو ده، هو هنا مش مستني مني حاجه، دي مجرد واحد بيتكلم بيقول لك يعني ويلكم تو ذا، مش مطلوب منك اي حاجه، فمفيش فيدباك مطلوب منك هنا. لكن في النوع الثاني ده اللي هو زد بتساوي انبوت الفانكشن دي، لا ده هو قاعد مستني منك رقم ومش هيعرف يكمل البرنامج الا لما تعمل له انبوت. طب ما عملتش انبوت هو واقف مستني مش قادر يعمل اي حاجه. خلاص كده؟ طيب انا رحت عملت له ايه؟ انتر. يبقى كده انا عملت ايه؟ ما اديتوش حاجه. فهو هيفهم ان في حاجه غلط، يقول لك لا في حاجه غلط. فانا قلت له لا تاني طالما ان الرقم بتاعي مش مظبوط لو سمحت تاني اديني رقم من 1 ل 9. فالراجل بقى اليوزر خد باله ان هو ايه؟ ده ناصح فراح مديله كام؟ 5 مثلا. فبقى اداله كده انبوت كام؟ 5. يبقى كده اصبحت الزد عنده اهي قيمتها جوه الماتلاب خلاص بقت اتخزنت عنده اهو المره دي اتخزنت عنده المره دي ان الانبوت بتاعي 5. تخيل بقى الزد ده كان هو عرض السلاب، فكده انت اهو عرفت له مساله انت بتحلها ان عرض السلاب دي كانت عباره عن 5 سنتي مثلا. يبدا بقى هو من جوه الزد دي هيدخلها في الحسابات بتاعته يقسمها كام شريحه ويعمل بيها ايه. نفس الكلام هتطلب منه والله دخل لي التمبريتشر بتاعه الحيطه اليمين، دخل لي التمبريتشر بتاع الحيطه الشمال، ولا انت عندك كونفكشن؟ اه ده عنده كونفكشن. طب دخل لي الهيت ترانسفير كوفيشنت بكام؟ وهدخل لي التمبريتشر بتاعت الهواء اللي بره كام؟ طيب انت الماتيريال بتاعتك دي كونكريت، طب ما تدخل لي الكي بتاعتي بكام؟ في حد بيسال؟ واضح؟ طيب زي ما انتم شايفين كده اهو بيقول لي والله عايز احل مساله اللي هي عباره عن ايه؟ معادله من الدرجه الثانيه. انا كده عملت هنا كود اهو اللي هي ماي جيم دي كانت عباره عن معادله من الدرجه الثانيه انا عايز احلها. ايه المعروف عن المعادله من الدرجه الثانيه؟ هوريها لكم بسرعه بس ان المعادله من الدرجه الثانيه
اهي ادي شكلها اهي، عباره عن فاريبل اللي هو a مضروب في x سكوير زائد فاريبل b مضروب في x زائد c، ده فاريبل اسمه c، كل دول بيساوي كام؟ زيرو. احنا عارفين من بتوع الرياضه ان الحل بتاع المعادله دي فيه حلين اتنين، x ده اما ان هو ناقص b بلس الجذر على 2a، يا اما ناقص b ناقص الجذر على 2b. فاحنا تخيل بقى عايز تعمل كود يحل الكلام ده. طيب ما هو مبدئيا انت كانك بتعمل اله حاسبه بتحل ايه؟ معادله من الدرجه الثانيه، يبقى اصلا لازم الاله الحاسبه دي ليها انبوت، حد يدخل لها انبوت. في عندك كام فاريبل اهو؟ عندي الاي وعندي البي وعندي السي. فهو هنا بيشرح له بيقول له السكريبت ده بيحل او بيسولف اللي هي المعادله من الدرجه الثانيه. فلو سمحت اول حاجه هتعملها لي ايه؟ هتدخل لي اي وبعدين ها دخل لي البي وبعدين دخل لي السي، وبعدين نشوف بقى جوه البرنامج يقدر يحل ازاي. واضح يا شباب؟ تعالى نتفرج على البرنامج ده نفسه على الماتلاب. اهو ادي البرنامج ماي جيم اهو. لو انت كده بص عليه من فوق خالص، انا عايز اكبر الفونت عشان يبقى النظام لكم سهل عليكم. في طريقه ان انت ممكن تخش على بريفرنسز اهي، بريفرنسز اهي، عايزين نخش على الفونت ديسبلاي. الفونت اهي، هنا احنا مستخدمين 10، لو خلينا مثلا 14 قلنا ابلاي. هي كده باين عندكم احسن الفونت ده بالنسبه لك كويس؟ شايفين احسن؟ تمام. ممكن نخليه بولد كمان عشان يبقى باين اكتر. عرفنا ازاي انا غيرت الفونت كده بالنسبه لكم احسن واضح اكتر؟ تمام يا دكتور. تمام. فاول حاجه في البرنامج بقول له ايه؟ كلير اول، وفي نفس السطر عشان عملت سيمي كولون فممكن اكتب بقى زي ما انا عايز حاجات كتير اهو، كلوز اول، اقفل كل حاجه وامسح كل حاجه، كلير سي ال سي. طيب انا عايز اشغل البرنامج ده، فاروح على الايديتور واقول له اهو علامه الران اهي اللي انا شايفها اللي هي لونها اخضر عامل زي سهم كده ناحيه اليمين اهو، اللي هو زي عامل بلاي يعني اهو ران اهو. فبيقول لي انت البرنامج ده عايز تشغله؟ اه لازم تحطه في الباث، اد تو باث. اه قلت له ايوه موافق. فاول خط هو عمله مشي في اول خط، مسح كل حاجه، وبعدين عمل لي حاجه اسمها ايه؟ ديسبلاي. ظهر ايه بقى؟ بيقول لك ذس سكريبت سولفز كوادراتيك ايكويشنز اللي هي عباره عن ايه؟ اكس سكوير اهو. نزل نفس الرساله اللي انا كاتبها له جوه اهي، حطها له فين؟ في الكوماند. يبقى الراجل اليوزر هو هيشوف مين؟ هيشوف ده. الخطوه اللي بعدها انا عشان ما يبقاش سطور ورا بعضها عملت له حته كده يعني ايه؟ سيب سطر اهو، كلمه سيب سطر اهي معناها ايه؟ سيب لي الحته دي فاضيه اهي، فضيت سطر بين السطر الاولاني والثاني عشان بس يبقى الكلام مش لازق في بعضه، فاليوزر يبقى متلخبط كده بالنسبه له مرتاح وشايف حاجه كويس. ايه المطلوب؟ بيقول له بليز انسرت الفاليو بتاعت اي اللي هي فين في المعادله اللي هي دي. حد يديني رقم تحب ندخل اي بكام؟ باربعه. باربعه، جميل. انبوت اهو. هل هو رجعهولي؟ لا، هو حفظه جواه. اوكي كده؟ طيب، وبعدين بعد بيقول لي طيب اديني البي. اهو بليز هات الاي وبعدين هات البي. ها حد يديني رقم للبي. ممكن نخليها اصفار يعني بي وسي. زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. حط بعد اعتبارك ان ممكن اليوزر ده يكون ايه؟ راجل كده ايه؟ سيلي، يحط ارقام غريبه او تكست او يعمل حاجات غلط، فانت لازم تحط اعتبار انه ممكن يعمل حاجه زي كده، فانت هترد عليه ازاي؟ هتتعامل مع كيس دي ازاي؟ او ممكن يغلط. تمام؟ ها انت محتاج نحط بي بكام دلوقتي رقم؟ زيرو، انت قلت لي زيرو؟ اه زيرو. طيب نحط بزيرو. ها انتر. فاضل بقى ايه اخر حاجه؟ السي. بكام السي؟ اديني رقم. يلا شباب عشان الوقت. زيرو. مش كده بقى اكس سكوير ب 2؟ طيب ماشي انتر على طول اهو. اوكي
فهو هنا عمل ايه؟ خد المعادله دي اهي، بقى عنده الاي والبي والسي ارقام موجوده جواه تمام، واستخدم المعادله اللي هي موجوده ديت. بس خد بالك من حاجه، انا عامل له بقى هنا ايه؟ بيقول له لو الراجل ده ما دخليش رقم معقول مش بيساوي فاليو، لا لا يبقى كده انت ايه، لا ارجع تاني قول له الكلام ده مش مظبوط. نفس الكلام البي، ففي قاعده هنا بيسموها بقى اف ستيتمنت. الهدف من القصه دي مش البرنامج، الهدف من القصه دي ان نعرف تول جديده هنا كمان، حاجه اسمها قاعده اف. ازاي استخدم هنا حاجه اسمها اف؟ لو كلمه اف لو حصل الشرط الفلاني يعمل ايه؟ وهنا في فانكشن اسمها از امتي، لو البي ده طلعت فاضيه هيعمل ايه؟ تعال نجرب تاني البرنامج، والمره دي نجرب ايه؟ ان البي تبقى فاضيه او مش رقم حقيقي. ها تعال نديله انتر وخلاص كده، هو ريتيرن يعني خلاص كده انت ايه في البرنامج ده، خلاص الراجل ده بيهزر تمام. او ممكن كان واحد تاني يقول له لا، هتعمل ايه لو لقى ان الاي فاضل؟ عارف يعمل ايه؟ يروح واخد الكلام ده تاني اهو، اخد كوبي اهو قدامك اهو، واروح حاطه هنا. ايه معنى الكلام ده؟ انه لو لقى انها فاضيه هيرجع تاني يعيد عليه نفس الرساله، يقول له لو سمحت اديني قيمه الاي، ويفضل بقى في القصه دي من خلاص اهو سيف اهو تاني اهو. عملت ران مش راضي انا اديله قله اي، راح مديني تاني اهو. بص كل ما انا خلاص كده يبقى هو كده بالنسبه له رد عليا بنفس القصه. طبعا مش عارف يحل ليه، لان القصه انت ما اديتوش ارقام، بي ما اديتوش رقم، خلاص كده هو ايه عمل ترمينيشن. كلمه ريتيرن يعني بيعمل ترمينيشن، يعني واضح الراجل ده بيهزر، فهو عمل حاجه اسمها ترمينيشن يعني قفل الكود او طفى البرنامج بمعنى صح. كلمه ريتيرن ده معناه هو طفى البرنامج، او كلمه بريك ساعات في حسب الفيرجن اللي انت شغال بيه كماتلاب كام ممكن نستخدم كلمه بريك او كلمه ريتيرن. واضح؟ طيب واحنا شغالين يبقى كده احنا عرفنا حاجه اسمها اف ستيتمنت شغاله ازاي. طيب انت لو رجعت للبرزنتيشن هتلاقي ان المعادله بتاعتنا اهي، ادي الران ظهر لك الاول انت عايز تعوض عن ايه بكام، اهو عوضت عنه باتنين، طبعا عن بي بكام بخمسه، طبعا عن سي بكام مثلا بناقص خمسه تمام كده. انا غلطان انا في الكود على فكره، شفت انا كتبت له ايه؟ ما خدتش بالي دلوقتي، اهي دي المفروض اكتب كلمه ايه؟ دي المفروض اكتب كلمه ايه؟ سي، بس انا غلطت وكتبتها له بي، فهو ظهر ملوش دعوه بيعملها زي ما انا اديتها له بالظبط، فدي غلطه المفروض تبقى كلمه سي. طيب بس انا معرفها له اصلا انها قيمه ايه؟ سي، بدا اي وده بي وده سي. لما تيجي تبص على الفاليوز اهي، ادي اي ب 2 بي ب 5 وسي بناقص 5 كده، بقى انا دخلت له الثلاثه فاريبلز اللي كانوا موجودين في المعادله اللي هو الاي والبي والسي. طيب ناخد بالنا من حاجه اهو، لو اليوزر راح دخل حاجه رونج ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل حاجه اسمها كراش، يعني الكود نفسه مش عارف يحل اهو. ايه يا عم اللي انت مديهولي ده؟ في حاجه غلط، انا متوقع منك رقم مش متوقع منك تكست تمام. لو شغلت البرنامج تاني لا، لازم بقى اعمل حاجه احمي بيها البرنامج بتاعي ان مش كل شويه حد يلعب بيه او يعمل حاجه غلط. فمن ضمن الطريقه ان انا اعمل حاجه اسمها بريك، اكسر بقى واوقف له خالص البرنامج ما اشتغلش، انه واضح ان الراجل اللي بيهزر. طيب نرجع تاني للمعادله. المعادله بتقول لي بيقول لك انه في احتمال لاي لكام احتمالين؟ احتمالين اثنين. فاكرين الاحتمالات بتاعت القصه دي ولا لا؟ حد يفكرني في المعادله سكند اوردر في كام احتمال ليها؟ تطلع اجابتين. لا غير انها تطلع اجابتين، في حاجه خاصه بالجذر. لو الجذر بالسالب. ايوه، لو البي سكوير ايه علاقته ب 4 اي سي؟ بي سكوير ده اكبر من 4 اي سي. في الحاله ديت يبقى هيطلع رقم ايه؟ موجب. بالظبط، لكن افرض حصل العكس. لازم اقول له مسج. ايوه خد بالك، لو زي ما بالظبط دي ايماجينري. فعشان كده الكود اهو، ادي الاول بيعرف الكود عباره عن ايه، وبيطلب ايه وبيطلب بي وبيطلب سي، وبعدين بقى بيقول له خد بالك لو اهي شايف الحته دي انا عامل لها هايلايتنج عشان بس تبان. ها لو البي سكوير، لو البي سكوير كانت اكبر من 4 في اي في سي، خلاص يبقى انت عارف ان الرقم ده ايه؟ بوزيتيف. وادي قيمه المعادله الاولانيه اكس 1 ودي اكس 2.
لكن افرض انها نيجاتيف، عشان كده في حاجه اسمها إلس، شايف اهو اف قاعده اف لازم فيها اف وفيها اند، ولو انت عايز تحط كمان شروط اخرى بندخل حاجه اسمها كلمه إلس، يبقى اف وإلس 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 لغايه في الاخر ايه اند. قاعده اف مكوناتها ايه اهي، ادي اف إلس اف وممكن كلمه إلس واخر حاجه عندي اند. يعني لو انت ما كتبتش الاند دي يقول لك انا مش عارف احل. معايا يا شباب؟ طيب فانت بتحط له قدام الاف ايه بقى، بتحط له ايه الشرط اللي انت بتتكلم عليه، لو اتحقق يدخل ما بين الحته دي ويحل حاجه او يجمع حاجه او يطرح حاجه. لو ما لقاهاش هيبص على مين؟ على الاكسبريشن الثاني، الشرط الثاني. يعني بنقول له ايه، لو كانت البي اكبر من 5 عوض بالمعادله دي. طب افرض كانت البي اقل من 5، اه هيعوض في المعادله اللي هنا. طب افرض البي بتساوي 5 بالظبط، اه يبقى هنعوض بالمعادله دي. وكده انت قفلت ايه باند. ما كان عندي واضح ان في عندي 3 شروط، او كان عندي شرط واحد، او عندي 5 شروط، هتكمل إلس وإلس وإلس وهكذا حسب الشروط اللي عندك. عرفنا الفانكشن بتاعت حاجه اسمها اف كونديشن. تاني، فانا هنا عملت له ايه، قلت له ايه، لو كانت بي سكوير اكبر يبقى انا كده متوقع الرقم ايه حقيقي. لو انا لقيت ان الكلام ده مش بيساوي 4 او بقى صح هو اقل من 4 في اي في سي، يبقى انت كده بتتكلم على رقم ايه imaginary. فالبارت بتاع اللي هو الجزء اللي هو حقيقي هيبقى الحته دي اللي هي ناقص بي على 2 على اي، اما الجزء الimaginary هيبقى القصه دي. ومطلوب مني ايه في الاخر، اعرض لي الاكس 1 الفاليو بتاعت اكس 1 في صوره حاجه اسمها ريال وايماجينري، والاكس 2 برضك ريال وايه ايماجينري. طب انا بعرف ايماجينري ازاي؟ فقلنا اي كلمه اي او جي معناها ايماجينري. طبعا هو الحقيقه ان انا مش محتاج اعمل الكلام ده لان الماتلاب فاهم اصلا يعني ايه ايماجينري وريال، ومن غير ما كنت اعمل القصه دي هو اوتوماتيك هيديها لي ايه اذا كانت ريال ولا ايماجينري. بس انا بوريك طريقه ما ازاي نعمل كودنج وازاي نعمل قاعده اف. واضح كده يا شباب ولا مش واضحه؟ يا باشمهندسين واضح اللي انا بقوله ولا في مشكله؟ واضح يا دكتور. تمام. طيب تعالى نبص على مثال ثاني بيقول لي سولف الايكويشن دي بالماتلاب عن طريق بقى حاجه اسمها تراند ايرور، وده شغلنا بقى الحقيقي في شغل الثيرمال اكسس بيلدينج. انت ما بتبقاش عارف التمبريتشر بكام. فاكر لما احنا المره فاتت كان قلنا ممكن يبقى عندك 10 معادلات في 10 مجاهيل؟ طب انا هشعرفني هحلهم ازاي؟ فبنقول حاجه اسمها في الاول اسيوم ان التمبريتشر 1 برقم، اخد الرقم ده واعوض في المعادله تديه تمبريتشر 2، اخد رقم 2 اعوض بيها في المعادله رقم 3 تطلع لي نتيجه 3 وهكذا لغايه لما اوصل اخر معادله رقم 10 اللي هي مربوطه بالمعادله رقم 1 فتديني التمبريتشر 1 بكام. لو طلع الرقمين اللي انا عملتهم للفرض والنتيجه قد بعض يبقى انا يعني ايه محظوظ قوي ويطلع الحل هو كده وخلاص. لكن طبعا استحاله اكون انا فرضت فرض ويطلع نفس النتيجه، ففي عندي ايرور، فمحتاج اعمل حاجه اسمها تراندرو. يعني حل مره تراندرو والثانيه والثالثه لغايه لما توصل. وقلنا ان في احتمالات ان ممكن لما اعمل تراندرو ابعد عن الحل، يبقى ايرور عمال يزيد 10% بقى 50% المره الجايه 200%، لا كده انت بتحلش. احنا بندور ان الايرور مع الوقت مره في الثانيه يقل 10% يبقى 5% 2% 0.1%، اه كده انا راضي عن 0.1% يبقى كده الحل بتاعي وصلت له. فمسألة زي دي لو انت فاكر من الرياضة اللي هي كانت 3 زائد 4 اكس زائد اكس 4 بتساوي 0، كنا بنحلها ازاي؟ هو قايل لك انا عايزك تلاقي حل ما بين قيمة اهي اكس بواحد واكس باتنين. فكنا بنعمل ايه الأول؟ نعوض مرة اكس بواحد في المعادلة دي ومره اكس باتنين عشان نعرف الليمتس بتاعت الاف بالنسبه للرينج اللي احنا شغالين فيه. اهو مره هعوض باكس بواحد فيطلع عندي قيمه الفانكشن بكام؟ 6. هي المفروض لما اعوض باكس اللي هي الحقيقيه تطلع بكام؟ تطلع بزيرو، صح؟ اهو لازم الطرف الشمال يساوي الطرف اليمين. يبقى لو انا واحد معرف لي الاكس اصلا بكام وعوضت بيها مش المفروض يطلع لي الطرف بتاعها بيساوي زيرو؟ لكن هو لما عوض بواحد طلعت له بكام؟ بستة، وده اكبر من زيرو. لما عوضنا باتنين ايه ده؟ طلعت بنيجاتيف 5. ايه اللي انت استنتجته؟ ان لو رسمت الفانكشن دي ما بين نقطه واحد وما بين نقطه اتنين الفانكشن شكلها عامل ازاي؟ ما هي عند واحد بستة وعند اتنين بناقص 5،
يعني كأن الفانكشن دي ها بتقطع المحور بتاع اكس في نقطة ما، وهي دي احنا بندور عليها. ايه هي قيمة الاكس اللي عندها الواي او الفانكشن بتاعتنا بتساوي كام؟ زيرو. ده اللي انت بتدور عليه اصلا. عرفت ليه هو اداك الرينج من واحد لاتنين، اكس من واحد واكس باتنين؟ لان هو ده مرة بوستف ومرة نيجاتيف. يبقى الفانكشن دي لو بترسمها هتقطع محور اكس اللي هي عندها قيمة الفانكشن بزيرو في نقطة ما، وده اللي انت بتدور عليه. المسائل دي كنت بتحلها ازاي يا باشمهندسين في الماثيماتكس؟ بتحلها ازاي؟ جرافيكالي. ايوه بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ ها برسم الرسمه على الجراف يعني. بعد كده كان ليها طرق للحل في النيوميريكال، بس انا مش فاكر منها. كان ليها حل نيوميريكال. احد الطرق انك تعمل تراين ديرو، كنت تقعد تجرب بان انت عرفت انها من واحد تعمل ايه؟ تعال نجرب 0.5 صح؟ هيطلع ايرور. طب تعال نجرب 0.4، تعال نجرب 0.3، تعال نجرب 0.2. بص تقعد تجرب بس في الرينج لغايه لما تشوف مره بوزيتيف مره نيجاتيف، مره بوزيتيف مره نيجاتيف، لغايه لما تقول ايوه انا وصلت للحل دوت. عايزين بقى الماتلاب هو اللي يقوم بالدور دوت. ادي المعادله بتاعتنا اهي، كلير اول كلوز اول اهو. وبعدين هنشتغل من اكس بكام؟ واحد، لغايه اكس بكام؟ باتنين. بص همشي بقى ستيب كام؟ 0.0001، يعني ماشي ببطء شديد جدا، شريحه 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 شريحه. فبنعرف بقى هنا كمان ايه، انت عايز تجرب كم مره المعادله دي؟ 1000 مره، 5000 مره، 10000 مره، عايزين نجربها. فعايزين نجرب مره بواحد، ومره 1.01، ومره 0.02، ومره 0.03، ومره 0.04. يبقى مره في مره في مره، وكل مره يعمل ايه؟ يحسب صح. وبعد ما يحسب يطلع نتيجه. احنا انهي نتيجه اللي ترضينا لو طلع كام اللي احنا بندور عليها؟ واي بزيرو. بالظبط. يبقى احنا عايزين نعوض بحيث لما الرقم ده بيساوي زيرو. ايوه هو ده، دور لي على الرقم اللي بيساوي زيرو، يبقى هو ده الاكس اللي احنا بندور عليه. فانا بقول له بقى ايه؟ بقول له حاجه اسمها فور لوب. يبقى فور لوب ده اللي هنهدف من القصه دي، ان احنا نتعلم يعني ايه فور لوب. اهو همشي عندي اي دي اللي هي التعويض، هعوض كم مره؟ هعوض مره بواحد. وهمشي ستيب كام؟ اهي ستيب اللي هو 0.001، لغايه لما اوصل لغايه كام؟ لغايه واحد. جميل جدا. طيب هتعمل ايه؟ همشي ادي المعادله بتاعتي، بس هنا بقى عندي حاجه اسمها اكس. اول مره كان بكام يا باشمهندسين؟ بواحد. هتجمع عليها بقى المره دي كام؟ 0.01. يبقى الاكس المره اللي بعدها تبقى كام؟ 1. طب في المره اللي بعدها هتبقى 1.2، المره اللي بعدها 1.3 وهكذا. يبقى انت كل مره عمال تزود 0.1 0.1 0.1، او ممكن تخليها 0.01. يبقى كل مره هتزود اهي 0.01 ب1.04 لغايه لما اوصل لغايه 2. طبعا كده انت بتزود عدد المرات الحل. تخيل انت كنت بتحلها مانيوالي هتاخد وقت قد ايه؟ لو انت ماشي 0.01 او 0.0001 انت تاخد سنين. هنا مثل بقى الماتلاب او البرمجه، ان هو لوحده الكمبيوتر هو اللي بيحل بسرعه 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 ويديك نتيجه. طيب بعد ما حسب الاكس، انا مش بدور على الاكس، انا عايز اعوض في الواي. اهي دي الفانكشن بتاعتي اهي، بس باخد بالي من حاجه، ان انا مش عندي واي وخلاص، لا ده انا عاملها واي اي. يعني ايه واي اي؟ يعني دي هتعمل لي ماتريكس عادل الارقام اللي فيها دي بعدد الاي اللي انت استخدمتها. يعني عوضت كم مره؟ 1000 مره، يطلع لي واي دي فيها 1000 قيمه. طب وبعد ما اخلص مطلوب ترسم لي اكس وواي. اهو راح راسم اكس وواي اهي. خد بالك ان عند الزيرو اهو ادي القيمه اللي احنا بندور عليها. تقريبا احنا عرفنا ايه من الجرافيكال سوليوشن اهي شكلها عامل ازاي. لكن انا مش هدور بالجرافيكال، انا عايز الماتلاب هو يدور لي. فانا هقول له ايه؟ خلي المعادله دي من اولها لاخرها، الكيرف اللي انت طلعته الازرق ده خليه ايه؟ بوزيتيف، لان في جزء اهو بوزيتيف وجزء نيجاتيف. يعني كانه هيعمل ايه في المعادله دي اللي هي الواي؟ يعمل فيها ايه يا شباب؟ هيجي الجزء ده ويعكسه لك بوزيتيف. فبقى كان عندي معادله جديده، كان عندي معادله جديده شكلها عامل ازاي؟ اللي هي لونها اخضر دي. ايه الميزه في المعادله دي؟ ان ليها مينيمم. المينيمم بتاعها عند كام؟
اهو ده اللي بدور انا عليه المينيمم بتاعها، هو ده اللي انا بدور عليه اللي هو الواي مينيمم، هو ده اللي بيناظر اكس اللي انا بدور عليها. عشان كده قلت له ايه، هات لي واي مينيمم بس بشرط انهي واي اللي هي الابسوليوت، يعني هاخد ارقام الواي دي واعمل لها دايما تبقى بوزيتيف وادور على المينيمم. عند واي مينيمم روح دور لي بقى الاكس كانت بكام، فعندنا حاجه اسمها الاندكس. الاندكس يعني دور لي في المصفوفه اللي اسمها واي، فين الرقم؟ ايوه اهو اللي قيمته تقريبا بايه، بزيرو او اقل حاجه. الرقم ده كان في الماتريكس عند كام؟ عند الصف رقم 1545. طب ما هو اللي عند 1545 في المصفوفه ده بيناظر اكس، مصفوفه الاكس، يبقى لو دورت على مصفوفه الاكس عند نفس الصف ده اللي هو 1545 هيطلع قيمه الاكس اللي انا بقول عليها اللي هي بتساوي كام، اللي ادت ان الواي تساوي زيرو. واضح شباب ان انا بعمله ولا؟ الهدف من القصه دي هي قصه الفور لوب تاني اهو، سولف ايه الايكويشن ديت، هي اف اهي اهي انا ماشي. من اكس بتاعتي اهي بتزيد لغايه 2، وهمشي عندي اكس بتاعتي اهو من 1 لغايه الرقم دوت، كل مره بمشي ايه ستيب 1. اوكي ما دي عادل ايه الماتريكس بتاعتي. جميل. طب وبعدين فهعمل حاجه اسمها فور لوب اهي، شايف الفور لوب اهي، تبدا بفور وتنتهي بالاند، جواها بقى ايه المعادلات اللي انت هتفضل تكررها كتير. هنا احنا مش عايز اعمل معادله وخلاص، لا ده انا عايز احتفظ بالنتيجه، يعني مش الاله الحاسبه لما بتحسبها بيطلع لك رقم، طب وعدت المعادله تاني لا هيطلع لك رقم جديد، مش هتحفظ بالقديم، لا انا هنا عايز احتفظ بكل تعويضه تجيب لي الواي بتاعتها بكام. فانا عشان كده عملتها في صوره ماتريكس واي اي واكس اي. طيب وبعدين بقول له بلوت عشان اتاكد ان انا رسمتي صح، وبعدين بخلي المعادله بتاعتي كلها بابسوليوت عشان اشوف اللي هي النقطه المينيمم فين، روح دور لي على المينيمم اهي، اعمل لي الاندكس، دي فانكشن اسمها اندكس، دور لي كلمه فايند يعني دي فانكشن اهي جوه الرقم واي اللي يساوي المينيمم ده، فعلى طول يلاقي لي ايه القيمه. طب هي دي بقى الاكس بتاعتي. تعال نمشي مع البرنامج. نمشي مع البرنامج ازاي؟ في طريقه كده انك تعمل حاجه اسمها نقطه، كده شايف النقطه دي اهي، باين عندكم النقطه لما انا عملت كليك على سطر رقم 3، كل الناس شايفه النقطه الدايره الحمراء اللي انا عملتها عند 3. تمام. تعال نعمل بقى رن. ايه اللي حصل جديد بقى المره دي؟ هو الحقيقه ان هو خلص السطر الاولاني عمل كلير، شايف كلير اهو، وبعدين جه على السطر الثاني نفذه. ايه بقى الاكس بتاعتك؟ شايف اهو هتلاقي على ايدك اليمين اهي، ادي الاكس موجود فيها كام فاليو اهو اهو، عايز تتفرج عليها كمان دبل كليك عليها، شايف الاكس اهي 1 و 0.1 و ولغايه لما اهو توصل لغايه 2 وهكذا وهكذا. فدي ادي قيمه الاكس، يبقى هو كده نفذ اول سطر وثاني سطر. هل هو ده كده دخل الفور لوب؟ دخل الفور لوب يا باشمهندسين، هل هو دخل الفور لوب؟ لا الانكريمنت هتبقى عامل ازاي؟ ايوه لسه. طيب انت بقى عايز تعمل ايه؟ عايز تخليه يمشي ستيب اهو، هتعمل ايه بقى؟ يعني تقريبا البوينت الحمراء ديت موقفاه ولا انا مشيت؟ ايوه ما انا قاصد كده، ما انا عايز بقى نكمل ازاي؟ شايف فوق كده انا عندي علامه اللي هي ايه، مثلثين فوق بعض. لو عملت عليهم خلاص هيحل البرنامج كله، لا انا مش عايز يحل البرنامج كله، عايز اتفرج هو بيحل ازاي. في جنبي ستيب تقريبا ممكن ادوس عليه. ايوه لو ضغطنا على كلمه ستيب دي اهي، اهو دخل في اول لوب اول مره اهو، عايزك اليمين هتلاقي الاي بكام دلوقتي، يبقى كده احنا حلينا عند انهي، فاكر المعدل النود رقم 1 اهو كده بيحل النود رقم 1. طب انزل كمان اهو كده جاب لي الاكس انهي نوقف عليها اهي، ادي الاكسات اهي، بس الاكس كده هو زود عليها 1. جميل. ها وبعدين ارجع بقى عوض في مين؟ في واي اهو، عوض كده تحسب لي اول واي، شايف الواي بتاعتها بكام؟ 5.9. هل دي الزيرو؟ لا كده خلص اول ايه، اول لوب. طب انا عايز اكمل اهو، شوف بص هيحصل فين، شوف السهم الاخضر راح فين اهو، راح عند اي. اي بكام دلوقتي انا واقف عليها اهي؟ اي بكام يا شباب؟ شايفينها انتوا بكام؟ بكام يا شباب؟ مش باتنين؟ باتنين بالظبط، انا لفيت اللفه الاولانيه واللفه الثانيه دلوقتي، لفيت اللفه الثانيه اهو، ها كونتينيو
ادي الاكس ها ادي الواي. كم واي عندي دلوقتي؟ بص كده لما بفتح الواي واقف عليها تديني كم واي دلوقتي؟ كم نتيجه دلوقتي؟ احنا حسبنا المعادله دي كم مره؟ مرتين حسبناها بالظبط، حسبناها مرتين اتنين. اقعد بقى اعمل كده 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 كتير 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 كتير. بص على ايدك اليمين ايه بيحصل في الواي اهو، عماله تجمع لك ايه اهو، لوب ال 11 لوب ال 13 لوب ال 15. اقعد بقى اعمل لوب 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 لغايه لما ها لغايه فين؟ لغايه لما يوصل للرقم ده. هيعمل كام لوب بقى دلوقتي قدامه؟ شايف كام لوب هيعملها؟ كام يا شباب؟ 100,001 100 بالظبط. فطبعا مش هنستنى طبعا عليه الكلام ده، فقول له بس كونتينيو اهو. شايف على طول هو بسرعه ال 100,000 واحد عاملهم في قد ايه؟ شفت اقل من ثانيه جاب لك النتيجه على طول اهو. ادي الكيرف اهو، وراح جاب الابسوليوت. تعال نعملها ثاني عشان بس ايه نقف عند النقطه دي، بلاش نبقى سريعين جدا كده اهو. ثاني ران اهو اهو، هنطلع من الفور لوب بس ايه ونعمل كونتينيو. فاحنا خلصنا الفور لوب كده، بقى عنده نتائج اهي. اول خطوه هنعملها اللي هو ايه، بلوت الاكس والواي اهو. راح عامل لي بلوت اكس وواي، بس واضح ان الكيرف ماله نازل من البوزيتيف للنيجاتيف. لا انا عايز بس ابص على الايه البوزيتيف، فهعمل حاجه اسمها ايه كمل ستيب اهو. هناخد حاجه اسمها الابسوليوت بتاع الواي. تعال نجرب كده نكتب ايه، انك تعمل بلوت لمين بقى؟ مش لاكس وواي، لا لاكس وابسوليوت واي. معايا يا شباب؟ هنعمل باتي بلوت بس لمين؟ لاكس مع ابسوليوت واي. اعمل انتر. شفت الكيرف اتقلب ازاي اهو؟ يبقى هو دايما كله بوزيتيف. فالميزه هنا ادتني ايه على ايدي اليمين؟ شايف عند ال 1.8 تقريبا احنا قربنا منين؟ ادي عرفنا فين قيمه الاكس اللي عندها الواي بزيرو. طيب هنكمل في البرنامج، هنقول له كمان امشي ستيب. كده احنا جبنا الواي مينيمم، طلعت الواي مينيمم بكام اهي؟ 3.7 8 في 10 اس ناقص 5، يعني تقريبا تندس تو كام ديت الرقم ده؟ لان انت بتحل نيوميريكال، استحاله توصل بالظبط عند الزيرو، انت عمرك ما هتوصل للزيرو، انت هتوصل لاقرب حاجه للزيرو. فهو الرقم هنا عندك تقريبا كام؟ حاجه اس 10 اس ناقص 5 يعني تقريبا الزيرو. طب انا عايز دقه اعلى من كده، زود عدد النقط، بدل ما بتتكلم في 100,000 خليها مليون، خليها 20 مليون لفه، هتقرب فعلا في 10 اس ناقص 12 لكن عمرك ما هتوصل لكلمه زيرو يعني زيرو. واضح؟ طيب بعد ما عرفنا ان دي المينيمم، بندور بقى هي المينيمم للرقم ده موجود فين في وسط الواي. يعني لو فتحنا الواي دلوقتي اهي، شايف الواي اهي؟ شايفها اهي، كل اللي انا عامل لها هايلايتنج دي، ادي الواي. بص قد ايه، عيش حياتك بقى معايا لغايه كام؟ 100,000. فين النقطه اللي عندها الواي كانت بتساوي اهو؟ بص اقعد امشي امشي معاها اهي، فين النقطه اللي عندها الواي كانت بكام؟ بقرب الزيرو. فين؟ اهي بنقرب اهو، بنقرب اهو اهي. بص هي الحته هنا قربنا اهي. فهل دي طريقه ان انا اقعد اجرب بايديا كده ادور فين، ولا في طريقه اسهل ان اقول له بفانكشن دور لي فين؟ اهي شايف الحته دي اهي ما بين الاثنين دول اهي، ادي الرقم اهو اهو 3.7. دي طلعت بقى في انهي صف؟ الصف رقم 68437، هو ده الصف اللي فيه القيمه دي. لو خدت الاندكس ده وعوضت بيه عند الاكس هيقول لك ايوه ادي قيمه الاكس اللي طلعت لي النتيجه دي اهو. هتاكد منها ازاي؟ تعال نرجع بقى للمعادله بتاعت الايه تاني اهي. احنا كنا فين؟ اهي هنمشي كمان ستيب. شفت الاندكس طلع بكام؟ اهو نفس اللي احنا وصلنا له، الاندكس عباره عن 68437. هو بقى اللي بتقول له ايه؟ روح لي هات لي الاكس اللي عند الاندكس ده. فراح جاب لك الفاليو، يبقى الفاليو دي لو انت عوضت بيه على الاقل حاسبه فعلا هتطلع لك الواي بكام تقريبا؟ تندس تو زيرو. الشاهد من القصه دي ان احنا عملنا حاجه اسمها ايه؟ فور لوب. عرفنا الفور لوب بتتحسب ازاي؟ حد ليه سؤال في الفور لوب؟ كان ممكن نعمل القصه دي بطريقه ثانيه. ايه بقى؟ لو عملناها بحاجه اسمها ايه؟ وايل. يعني لغايه لما يحصل ايه؟ افضل احسب.
كلمه وايل الفرق بين فور يعني يبدا يحسب لي من واحد واثنين وثلاثة. لا هنا بقى بيقول لك لا حاجه ثانيه، افضل احسب لغايه لما حاجه تتحقق. ايه اللي انت بتدور عليه؟ ان الايرور عندك يبقى بكام يا شباب؟ يعني عايزين نفضل نحسب لغايه لما الايرور بتاع نقطه واي بكام، او قيمه الواي تبقى بكام؟ يقرب للزيرو ده بالظبط. طب انا بقى هقدر اوصل فعلا للزيرو؟ ما احنا اتفقنا استحاله. فلا انا هقبل بايرور حوالي مثلا 10 اس ناقص كام 3. يعني انت وانت بتحسب حساباتك هتفرق معاك ان التمبريتشر ب 145.5 من 145، يعني 145 وخلاص، يعني مش فارقه كتير صح؟ فانت راضي بالنص درجه ده. في واحد يقول لك لا 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 انا لو 0.01 يهمني، خلاص ماشي يا سيدي، هو عايز 15.01 ماشي جيبها له. فحسب انت بترضى بانهي ايرور هتقف لغايه فين. فهنا البرنامج بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله عندي توليرانس، انا هسمح بايرور 1 في 10 اس ناقص 3 يعني 0.001 لغايه ايرور ده اكسبت، اللي هو بلس ماينس 0.001 زي ما كاتب انا على ايدي اليمين. طيب فانا عندي الواي هبدا مثلا قيمتها ب 5، واشوف بقى الاكس دي لما كانت بدات بواحد، وافضل اعمل ايه؟ احسب واي 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 لغايه لما انا ما يهمنيش بقى ارقام واي، انا بدور على فين الواي اللي عندها اوصل لقيمه كام؟ اللي هي الزيرو. التولرانس كام؟ 10 اس ناقص 3 اهو. فاول مره حسب الواي بيزد على الاكس بواحد. طيب في الحاله دي ايه الاخبار؟ واضح ان طبعا الاكس هتطلع لي بكام؟ احنا فاكر لما الراجل نفسه عوض هنا في المعادله اهي، لما عوض عن اكس بواحد اداته بكام؟ 6. فانا عارف ان الاول ان 6 دي ايرور كبير، 6 عن 0 فرق كبير. طيب ما انت متوقع ايه؟ لا انا عايز اخليه بقى طالما ان هو ما ظبطش الايرور، طب ما تخلينا ايه نروح نحسب اللي بعدها. فالاول بقول له اه زود المره بقى الجايه مش اكس، لا زود عليها 0.001 دي الستيب اللي انا مشيتها. لكن هفضل امشي في القصه دي لغايه امتى؟ لغايه لما اكس تساوي كام؟ 2. اللي احنا كان مسالتنا قال لك اكس ما بين 1 واكس بتساوي كام؟ 2. فانا شغال من اكس اهو بواحد لغايه اكس بكام؟ ب 2. لو انا وصلت فعلا وقعدت احسب 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 وصلت ان الاكس بقت ب 2، خلاص كده انا عديت الليمت فوقف. عشان كده قلت له لو حصل القصه دي الشرط بتاعي اعمل بريك، وقف بقى، او اعمل ريتيرن، او اعمل ترمينيت للمساله دي، وقف خلاص مش هفضل احل على طول. وفي كل مره لو سمحت اديني الواي والاكس قيمتها بكام. اوكي فدي اسمها دي طريقه ثانيه ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها وايل، فدي طريقه الفور لوب والوايل لوب. اوكي اي سؤال يا شباب في القصه دي؟ اي سؤال يا باشمهندسين؟ دكتور هو معلش تاني، هو الفرق ما بين الوايل والفور ايه يعني؟ الفور انت بتقول له حل من اول واحده لغايه اخر واحده، انما الوايل هو بيقول له حل لغايه لما تلاقي حاجه معينه. يعني هو بيحل لغايه فين؟ لغايه لما يلاقي قيمه الابسوليوت واي اللي هي المينيمم يعني، ها بالنسبه لنا احنا، تكون ايه؟ يا دوبك قد التولرانس ده اللي انت موافق عليه. يعني اول مره لما كده حلينا الواي كانت بكام؟ ب5 صح؟ طيب ولو عوضت عن اكس بواحد الواي بكام؟ هتطلع ب6 صح؟ الستة دي ايه علاقتها بالتولرانس؟ اكبر تمام؟ يبقى هيفضل يعمل ايه؟ يحل. طب افرض بقى مره طلع معاك الابسوليوت واي اقل من الرقم ده سنه، هيعمل ايه بقى في الحاله دي؟ خلاص يبقى كده هو خلص. في الحاله دي لما يخلص اديني بقى اللي انت خلصته ده، اخر واحده كانت كام؟ هو سؤال قديم شويه، ايه الواي ب5 دي؟ معلش انا بس عايز اقول له دي في بقى عشان ما يجيش هنا يقول لي ايه الواي، فانا بدي له فاريبل يعني زي بحجز خانه للواي. زي ما انا حجزت خانه هنا للاكس عشان ما يجيش يقول لي انا مش عارفها مين دي اللي بتتكلم انت عنها. تمام ماشي تمام. ساعات احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه، ممكن نعملها كانها ايه، شايف حاجه بالمنظر ده، دي مصفوفه عبي لي فيها بس انا بفضيها. فاكر لما خدنا حاجه اسمها نون ان اي ان او وانز او زيروز؟ أيوة يعني بتحجز بس مكان من الاخر يعني. اوكي تمام. دكتور يعني مش ممكن اقول ان واي ديت انتجر مثلا او ان هي رقم بس من غير ما انا بقول لك هو كل لغه برمجه وليها اسلوبها. يعني انت لو يعني على فكره برضك مش شرط تحله ماتلاب، يعني لو واحد فيكم عارف مثلا بايثون، عارف فورتران، عارف فيجوال بيزك، عارف سي بلس بلس، اي لغه برمجه يقدر يحل بيها ويعمل ما
المساله بتاعتنا اللي هي بتاعت البروجكت او الاساينمنت خلاص انا ما عنديش مانع، بس يبقى هو عارف اللغه دي وتعامل معاها. بس كل اللغات هتلاقي نفس الكلام، في تعريف الفاريبلز، في تعريف الماتريسيز، في اللي هو الاوبريتورز، في حاجه اسمها اللوب اللي هو ازاي بعمل لوب جواه اتريشن، وقاعه اف من الاخر هم دول الايه، وازاي اعمل مسج بيني وبين الانتر اليوزر. في ناس يقول لك طب انا ممكن استعمل حاجه اسمها سيمي لينك، يعني زي ايه، زي خانات كده والراجل يعبي فيها، الشخص اللي بيتعامل مع الانترفيس يبقى كده هيعبي لي مطرح الاكس بكام او يدي له شكل السلابه، وهو ايه يعوض لي بالطول بكام والعرض بكام وهكذا. تمام ده، او يدخل كمان التمبريتشر، فدي برضك اوبشن لو انت عايز تعمل حاجه اسمها ماتلاب سيمي لينك برضك شغال. التول دلوقتي بالنسبه لكم بقت واضحه ولا في اي اسئله فيها؟ انا متوقع منكم ان النتائج حلوه جدا وشغل كويس جدا في الاساينمنت ان شاء الله. يا باشمهندسين اي اسئله؟ مفيش اسئله. طيب في حد عنده فكره ازاي ممكن ابعت لكم الملف اللي حجم المتلاب اللي هو المتلاب ده حجمه كبير مش صغير كسايز؟ في بكره سيكشن نازل يعني عشان عندهم حاجه، فممكن بكره في كلها بفلاشه او ممكن درايف.